نشرة منتصف النهار من تلفزيون دبي، أهلا بكم في جولتنا الإخبارية وضمن أبرز عناوينها. رئيس الدولة يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، أكد خلاله تضامن دولة الإمارات مع تركيا إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته أنقرة. رئيس الباراغواي يستقبل عبد الله بن زايد ويبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز العمل المناخي العالمي. اجتماع تاريخي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف، وبوريل يؤكد أن مستقبل أوكرانيا ضمن التكتل الأوروبي. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا. في آخر الأخبار، لدينا الكرملين يتوقع تفاقم المتاعب لأوروبا والولايات المتحدة مع استمرار الصراع في أوكرانيا. وفي نشرتنا بعد هذا الفاصل، فريق حقي أحلم تدعم السيدات المبدعات في المناطق النائية والمهمشة. تابعوني بعد الفاصل، أنا سلوى السوالقة من عمان. أنظار العالم تتجه إلى العاصمة ستوكهولم هذا الأسبوع، حيث أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم عن فوز الطبيب كاتالين كاريكو. ختام النشرة، نودعكم من دبي، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.